بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواتي أخواتي، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن بخور يستعمله كل المغاربة، كل العرب، رائحته طيبة، ونستعمله خصوصا في ليلة القدر، أيام أعياد، في مناسبات الأفراح. وسعيت اليوم أن أبين حقيقة هذا البخور، لأن هناك غشاشون في الميدان، هناك عطارة لا يخافون الله ويقومون بصباغة الشباك ويبيعون على أساس أنها جاوي. فالجاوي يوجد فيه ثلاثة أنواع: أسود، أبيض، أحمر. فالفرق بين الجاوي المغشوش والجاوي الحقيقي هو أن الجاوي الحقيقي ثقيل، الجاوي المغشوش خفيف، لأن الشابة خفيفة تكون مصبوغة. ولا يمكن للعطار أو للعشاب أن يعطيك 3 دراهم أو 5 دراهم أو 10 دراهم من الجاوي. فالجاوي الأصلي غالي جدا، مثله مثل الزعفران، مثله مثل العنبار، مثله مثل كل هذه الأشياء. وهذا الجاوي له أسرار، لأن كل بخور كما قلت في الفيديوهات السابقة عنده خدام وعنده جن مؤمن، كما عندنا نحن البشر. كل نوع من البشر يحب أكلة معينة، منهم من يحب السمك، منهم من يحب الأرز، منهم من يحب الدجاج، منهم من يحب اللحم، ولكن أكل الجن هو البخور. بعد بعض المأكولات طبعا، الحليب، اللبن، وهناك معلومة خاطئة أنا توارثها أبن عن جد، أن الجن يأكلون المسوس، ذلك خطأ. حذاري أن تطعم المسوس لنفسك أو لعائلتك، أو تخبرك واحدة من الكورطات. راه معروف واحد الظاهرة على الكورطات، أن كل مسوس عمرك ما تشوف النهار الأبيض، وعمرك ما يطلع منك واحد العارض أو عارضة، شيطان أو شيطانة. هذا الفيديو غنبين فيه حقيقة الجاوي والفوائد ديالو. فالفائدة ديالو والفوائد ديالو عظيمة بإذن الله. أنا بلست بمشعوذ، ولكن تعلمنا كل الأشياء عند الشيوخ، كل الحكم، لأن لك لكي تهزم العدو يجب أن تعرف نصف خطته.